صبحكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا، حياكم الله ويوم سعيد على الجميع. جايين ناخذ قهوتنا في كوفي بلس، وبعدها ناخذ لفه ان شاء الله على الكبره دور الهوم. من امس ما لقينا يا ابن الناس، وين انت يا ابن الناس؟ بنروح صوب ان شاء الله. يوم سعيد على الجميع، الله يحفظكم يا اخوان وين ما كنتوا. و ختام او الايام الاخيره بالنسبه للفصل الدراسي الثاني عندنا في السلطنه، بعدها ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم يمكن يعني الطلبه يدخلون في فتره اللي هي ما قبل الاختبارات، لان الاختبارات راح تكون بعد اسبوعين. متابعه مهمه جدا، وتكلمت عن هذا الموضوع خلال الفتره الماضيه، وزرت مدارس اولادي، شكرت حقيقة الأخوان القائمين في المدرسة على طريقة التعامل مع زيارة أولياء الأمور وتقييم الطلاب وغيرها. بس ضروري جدا تكون عندك دراية بما يدور في داخل المدرسة عن أبنائك، فمن باب الحرص الواحد يروح يسأل إيش صار إيش ما صار، ويطمن على الأولاد قبل الدخول في فترة الاختبارات. الله يبشركم إن شاء الله في عيالكم، تفرحون فيهم يا رب، والله يوفقكم جميعا وين ما كنت. هذا توصل سوق السمك هالوقت ما تدري انت حظك. النجاح في الكبرة انك تجي بدري على 8:30-9، اما تجي مثل هالوقت ما راح تلاقي شيء. اي نعم، لكن نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صور ليلي 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 ونهاري نهار. خذ يوم تاخذ. هي نعم، يلا توكل على الله. هذا يوم تاكل طعم سمك. ها؟ يوم تاكل طعم سمك. بالله عليك، انا ابوي بالبحر بعد يا اخي، شيء عجيب في الوا. الحمد لله ماشي كماكم انتو. تدرون من بين كل هالخضرة والجمال مين يطلع؟ اوه، وين لؤي؟ وين رايح؟ ما ادري والله، يمكن راح البيت. هاي مال لؤي بالهم شويه صلاب، كل واحد يودر شغله ويروح، ماشي فايده. اي نعم، انا امس طول اليوم يا سدقدق. ما في فايده تدقديق يا عمي، يقول لك التدقديق يقول لك القص اجباري عليك. وين القص الاجباري؟ لا خلي اجباري. انت وينك من امس؟ ولا امس لي هنا ما مخلين هذا محمد بلوشي، شوفوا له حل. احنا الناس تجي تدورنا ما تلقانا، وهو من كبر كبر كبر. شلك روحت؟ ايش اقول لك؟ يا ريت لو يجيك بعد خليك 3-4 ساعات تريا. نعم، هذاك اليوم قبل اذان الفجر يعينك. لين قبل وش اقول لك؟ قلت لي بعدك لو اذان الفجر ويجي. يا ريال خلها على الله. يلا روح قال تدور الزين، وراح قال لي امس يوم طال عمرك موجود. امس يوم قلت له قال لي راح يجيب لك الزين. نعم، انا ابى الناس ما ابى انا بس. لا للجميع، انا ما اخذ حد. اي بارك الله انا فيك. انا اقول القص جباري. ايه ولا في سكر لا يقرب. اهم شيء براك من سنين. روح ملي. توكل على الله. روح يقول لك عم لا تراباني، رأب المال والجمال. تحية لأبو مشاري ولأخونا اليوم نور مكاننا، يعطيه العافية. يقول لك سبر كسب وين القص جباري، يقول لك عم لا تراباني، رأب المال والجمال. لحظة يقول لك عم لا تراباني، راب المال والجمال. ما شاء الله، وراب عطية ربك الرحمن. ما شاء الله الرحيم. فصلوا على سيدنا محمد. هذا الزين. هنا الجواب يا عمي. هذا اللي وداك مسقط أمس. هنا الجواب براك من سنين يا أبو مشاري. أباك تطرش إلى محمد البلوشي. شوف هنا الجواب. الحين بنجرب إحنا عشان نعرف الجواب. أمنت كمان تلا إنك تعطى المتابعين. يلا بسم الله. ما تجاملني ابدا.
بالجواب لا تجاملوا. ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج. ترى متابعينك عارفينك ومصداقية. خلاص لك ما يحتاج. كلام واقف. مرة 100 يعني برارة الانسولين ريدي. الله يبعد برارة الانسولين. آمين آمين يقول لهم آمين. ها يا عمي لا ترابان بعد هذا راب المال والجمال. لا ما شاء ما شاء الله. الجواب هنا عجل علينا يا ريال. وصل الارطب وصل الارطب وصل الارطب. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء يا الله ما شاء الله ما شاء الله. وصل وصل يا جماعه وصل يا جماعه وصل. من وين يا هذا؟ ها من رستاق. ما شاء الله. ايه ايه ما شاء الله ما شاء الله. منقاي نقوى تراح لك. اي والله ما شاء الله ما شاء الله. قال طول الصبح قال. اي والله ما شاء الله. شوف 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 صبعك قد غير اليح غير اليح رطب. تعالوا اقول لكم على بعض الخبايا اللي موجوده عند الهوم. ناس هو اكثر ترويجه لليح، لكن ايش عنده؟ عنده الزموته وعنده البهارات، عنده السمن العربي وعنده بهارات الشواء وعنده طال عمرك الاشام. هذه هي الثلاجه هذه هي الثلاجه. هذا ايش علي؟ هذا ايش؟ هذا ابزار. ابزار ولا حنا؟ هذا ابزار واللي عندنا الدفات الكبار حنا عماني. ايه حنا عنده وابزار عنده واتشار عنده وقاشع قاشع سمك مجفف مثل ما يقول. وهذا ايش؟ كامي مع اخلاص. هذا الكامي مع الاخلاص. وهذا اللبن العربي اللبن البلدي. حلبة اليوم حلبة اليوم.